السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوا اللايك والاشتراك في الجرس على قناة الإعلام سيف بركات. ولكم وإليكم شرم الشيخ من جديد. شرم الشيخ أكنك أول مرة تشوفها زي ما الناس ما بتقول. تعالوا نشوف مع بعض صور شرم الشيخ في أولى صور لها وجمال بتاع شرم الشيخ. ويعني مش عارف صراحة، احنا أول مرة نشوف حاجة كده في مصر، او في تطوير في مصر بيحصل كتير جدا، ولكن زي ما الناس بتجيب السلبيات هاتوا الايجابيات، هاتوا الايجابيات عشان تدعموا السياحة في مصر. لو انتوا بتخافوا على مصر وبتحبوا مصر هتسلطوا الضوء على الايجابيات زي ما بيسلطوا الضوء على السلبيات. لازم تكون محايد، ما تكونش مع جهة معينة، لازم تكون مع الاتنين، مع او ضد، مع الصح وتقول ده صح ومع غلط تقول ده غلط، لكن مش تجيب الغلط وتسيب الصح. يعني ما تجيبليش بتوع الاغاني الشعبي كلهم وتقولي مهرجانات وفي الاخر ما تجيبش الناس اللي بتغني اغاني كويسة. تجيب شرم الشيخ وتجيب ماذا يحدث في شرم الشيخ ومؤتمر المناخ اللي شرم الشيخ اللي هيحدث يوم 11/11، مع في نفس الوقت في ناس بتطالب انها تنزل مظاهرات ضد السيسي. مش عارفين لحد دلوقتي ايه اللي هيحصل، فربنا يستر. ولكن في ايجابيات، في تطوير داخل مصر بيحصل لازم نجيبه زي ما بنجيب السلبيات. لازم تكون عندك المادة العلمية اللي تجيب منها الحاجة الكويسة. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على قناة الاعلام سيف بركات، وتشوفوا فرجوا بقية الصور براحتكم وسيبكم تتفرجوا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما قلنا الإيجابيات لازم تجيبها زي ما بتجيب السلبيات في مؤتمر شرم الشيخ. ولا تنسوا ان الترند هدفه ان هو يوصل لكل بيت مصري في الداخل. تفهيم يعني ايه ترند، مش تهبد وخلاص، مش ان انت تطلع تعمل صورة مصغرة فاضحة عشان تجيب مشاهدات. شوفوا الفيديو لحد الاخر ولا تنسوا اللايك والاشتراك في الجرس على قناة الاعلام سيف بركات على اليوتيوب وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي.